طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم لان عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. قبل الدخول بموضوع الحلقة وهو سعي الأحزاب الكردية إلى رئاسة البرلمان والوزارات السيادية بعد الانتخابات، هناك موضوع مهم صراحة طرأ اليوم في تقرير لمنظمة الهجرة الدولية. جاء تقرير لها بأن العراق سجل أعلى معدل لانتشار مرض السل في خضم تدهور القطاع الصحي العراقي نتيجة الإهمال الحكومي. المنظمة أضافت أنه خلال عام 2017 وصلت مساعداتها إلى أكثر من 72 ألف شخص، بما في ذلك النازحين والعائدين وأعضاء المجتمع المضيف. الأكثر تضررا لافتة إلى أنها قامت بإجراء فحص طبي لأكثر من 8000 حالة مشتبهة بإصابتها بمرض السل. إذن العراق اليوم أعلى نسبة أو سجل أعلى معدل انتشار مرض السل في العراق. المنظمة طبعا حذرت، التقرير كان صدر يوم الجمعة قبل يومين، بأن العراق لديه أعلى معدل لانتشار مرض السل، ولفتت إلى أن القطاع الصحي العراقي يعاني من الإهمال الحكومي لهذا المرض، الأمر الذي تسبب في انتشاره بأعلى المعدلات. في التقرير جاء بأن العراق يعتبر من أكثر بلدان العالم التي ينتشر بها مرض السل، ونتيجة للفشل الحكومي في مكافحة هذا المرض تعمل المنظمة الدولية للهجرة على بذل الجهود اللازمة لتخفيف عبء هذا المرض بالتعاون مع عدد من المنظمات العاملة في المجال الإنساني وكذلك وزارة الصحة. التقرير قال بأنه خلال عام 2017 وصلت مساعدات الطاقم الطبي التابع للمنظمة الدولية للهجرة في العراق إلى أكثر من 72 ألف شخص، بما في ذلك النازحين واللاجئين والعائدين وأعضاء المجتمع الأكثر تضررا، من خلال توفير جلسات تعزيز الصحة من أجل تحديد وإحالة حالات السل المشتبه بها. التقرير كذلك أوضح وأنه خلال نفس الفترة دعمت المنظمة الدولية برنامج العراق المحلي لمكافحة السل بإجراء فحص طبي لأكثر من 8000 حالة مشتبه بها ومعالجة 135 شخص من المصابين الجدد بهذا المرض. أضافت أنه في حفل افتتاح اليوم العالمي لمكافحة السل الذي أقيم في بغداد في 24 آذار، شكرت وزارة الصحة وعدد من المنظمات غير الحكومية المنظمة الدولية للهجرة في العراق على العمل الواسع الذي تقوم به المنظمة لمكافحة داء السل في البلاد. هو النقطة هنا أين دور وزارة الصحة من هذا المرض الذي من المفترض أنه انقرض قبل عشرات السنوات. إذا جينا على الواقع الصحي وربطناه بالنازحين، اليوم كذلك تقرير
لجنة الهجرة والمهجرين النيابية اعترفت بسرقة 90% من الأموال المخصصة للنازحين، 90% من الأموال المخصصة للنازحين تم سرقتها، وباعتراف لجنة الهجرة والمهجرين. يعني عضو اللجنة سالم الشبكي قال بأن النازحين لم يتلقوا سوى 10% من الأموال المخصصة لهم، فيما تم سرقة 90% من تلك الأموال. وأشار إلى أن اللجنة بعثت بعشرات الكتب الرسمية إلى الجهات المعنية للتحقيق بسرقة أموال النازحين، لكنها لم تتلقى أي إجابة لغاية الآن. وأكد الشبكي أنه بالرغم من قضايا الفساد الكبيرة وسرقة ملايين الدولارات من ملف النازحين، إلا أن هيئة النزاهة لم تحرك ساكنا إزاء هذا الملف. طبعا راح تنتشر الأمراض وترتفع نسبة الأمراض الأخرى في خاصة في صفوف النازحين إذا 90% من الأموال المخصصة للنازحين تم سرقتها. يعني الواقع الصحي في العراق يعاني، وكل عام يعني يزداد سوء في هذا الصدد. يعني احنا صراحة كان عندنا موضوع وراح ندخل في الموضوع بعد قليل، وهو موضوع سياسي، بس شفنا هذا الموضوع يعني موضوع خطير ويهدد المجتمع العراقي عودة مرض السل. والعراق ما شاء الله سجل المرتبة الأولى أو لديه أعلى معدل انتشار هذا المرض على مستوى العالم بحسب لجنة أو منظمة الهجرة الدولية في العراق. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. أبو حسن إن شاء الله تفضل. ربي يحفظك إن شاء الله. تفضل أبو حسن تسمعني؟ أبو حسن انقطع الاتصال مع أبو حسن من بغداد. طبعا إذا جينا على الموضوع الرئيسي، موضوع اليوم هو بأنه الأحزاب الكردية تسعى إلى رئاسة البرلمان والوزارات السيادية. معروف تقريبا تصنع الانتخابات المزمع إجراها في 12 من مايو أيار المقبل 5 أسابيع، وتسعى الأحزاب الكردية والتي قررت خوض غمار الانتخابات منفردة إلى لملمة شتاتها والتحضير لتحالفات سياسية تحافظ على المكاسب التي حصل عليها الأكراد بعد العام 2003 بحسب سياسيين أكراد. وأكد نواب أكراد كذلك بأن المطالبة بمنصب رئيس البرلمان، اليوم يطالبون بمنصب رئيس البرلمان شرعي ولا يتناقض مع الدستور كما يقولون. ومصادر سياسية من إقليم كردستان قالت بأن الأحزاب الكردية تسعى للظفر بوزارات سيادية في هذا الوقت، ودعت أطراف كردية لعدم المشاركة في الانتخابات في المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية. طبعا يوم أمس تحدثنا عن أنه هناك ضغوط أمريكية لعودة قوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها. اشتراك البشمركة بالملف الأمني هو السبب، أو عدم اشتراك البشمركة في الملف الأمني في هذه المناطق يؤدي إلى ضياع صوت الأكراد وتمثيلهم الحقيقي كما يقول مسؤولون أكراد. معنا اتصال، عاود الاتصال معنا أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أخي عمر. بالنسبة للأمراض السل الدفتر بالعراق، هي سببها الحكومة السرطانية. يقول الحكومة العراقية حكومة سرطانية، وأسيادهم الأمريكان اللي جابوا هم السرطان الأكبر الأمريكان للشعوب العربية والشعوب المحبة للسلام. فالسرطان اللي جابوه هم دول جزء من عنده الحكومة هاي القذرة. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نعود إلى موضوع الحلقة الرئيسي. طبعا رئيس اللجنة القانونية في البرلمان والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون قال بأن الخارطة السياسية الكردية تبدو غير واضحة، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق التجربة البرلمانية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003. لفت في حديث لصحيفة العربي الجديد إلى وجود تنافس بين القوى السياسية الكردية، وأضاف قبل الانتخابات السابقة كان هناك تحالف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لخوض الانتخابات في عدد من مناطق العراق. بيّن بأن هذا التحالف أفرز تعاونا وتنسيقا بين الحزبين وتابع، أما الآن فكل حزب يدخل الانتخابات بمفرده، وأشار إلى احتمال تشكيل تحالفات سياسية كردية بعد الانتخابات. السعدون أشار إلى أن مساحة الأحزاب الكردية في هذه الانتخابات ستكون مختلفة، ولفت إلى وجود حظوظ لحصول الأكراد على مقاعد في المناطق المتنازع عليها في نينوى، ديالى، بغداد، واسط كذلك. وأوضح أن الانتخابات السابقة شهدت فوز الأكراد بمقعد برلماني للأكراد الفوليين في محافظة واسط جنوب العراق. لفت إلى أن القوى الكردية ستحصل على أصوات من مختلف مناطق العراق كما يقول، وشدد على ضرورة الحفاظ على الثقل الكردي في العملية السياسية. اليوم لماذا يسعى الأكراد إلى أخذ أو محاولة أو السعي لأن يكون منصب رئيس البرلمان من ضمن حصتها في الحكومة المقبلة أو بعد الانتخابات المقبلة، وكذلك تسعى إلى وزارات سيادية؟ يعني سوف نأتي على تصريحات تباعا، إما الخارجية أو الداخلية أو الدفاع. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، عاود الاتصال معنا من بغداد. تفضل أبو حسن. نعم تفضل أبو حسن. انقطع الاتصال مع أبو حسن، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات مع أبو حسن من بغداد. طبعا التصريحات يقول التصريحات الكردية تقول بأن رئاسة البرلمان تكون بدلا من رئاسة الجمهورية. السعدون أكد في هذا الصدد بأن هذه المطالبة إن تمت فإنها لن تكون مخالفة للدستور كما قال، والذي لم ينص صراحة على تقسيم المناصب بين الطوائف والقوميات كما هو الحال في الدستور اللبناني الذي يمنح معروف رئاسة الجمهورية للمسيحيين ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة البرلمان للشيعة. كذلك النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون قال بأن رئيس الوزراء يتم اختياره من قبل الكتلة البرلمانية الكبرى وهي الكتلة الشيعية كما قال، وبين بأن التنافس على رئاسة البرلمان يبقى محصورا بين الأكراد وبين السنة، والمطالبة بالمنصب مشروعة لأي طرف. مصدر سياسي كردي مطلع أكد بأن المطالبات الكردية بالمناصب لن تقتصر على رئاسة البرلمان، وأوضح لصحيفة العربي الجديد كذلك بأن الأكراد سيطالبون بتولي مرشحيهم إدارة وزارات سيادية كالخارجية أو الدفاع أو الداخلية. الداخلية أو الدفاع أو الخارجية. أشار إلى أن الأكراد سيطالبون بضمانات في حال اشتراكهم في الحكومة المقبلة كي لا تتكرر مشكلة وزارة المالية التي أقيل وزيرها القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في العام 2016، وبقيت الوزارة شاغرة طيلة المدة التي تلت هذا التاريخ. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون عمر؟ حياك الله. حيا لك يا عمر، حيا قناة الرافدين، حيا الكادر والقناة، حيا الأخوان المتصلين. ما أدري الموضوع على كردستان ها؟ نعم، الأكراد يسعون إلى أن يأخذوا رئاسة البرلمان في المرحلة المقبلة بدل رئاسة الجمهورية. احنا بدنا نطرح تساؤل ليش؟ لماذا؟ بهذا هي شوف بعد أسمع بالأخبار يقول لك النظام السابق والنظام، هو ما في أصلا ما جاء نظام حتى بعد النظام السابق، هو لم تجي دولة يا عمر، هي كلها عصابات بعد النظام السابق. لم وكل ما يجري بالعراق وبسوريا وباليمن هو كله نتيجة احتلال العراق. ما دام هذه العصابات مسيطرة على العراق وثروة العراق فلن يستقر الوضع.
ولكن املنا بالشعب العراقي كبير، اول شيء بالله سبحانه وتعالى ثم بالشعب العراقي الشريف ان يطيح بهذه العصابات ويرجع العراق هو صمام الدول العربي جمجمة العرب. وتحيه لك وتحيه كل العراقيين الشرفاء. نعم. شكرا ابو فيصل من السعوديه. طبعا المده اللي تلتها تلت اقاله وزير الماليه هوشير الزيباري، لفت السعدون إلى وجود نقاشات معمقة بين القوى الكردية من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف كبير ما بين الأكراد بعد الانتخابات. التصريحات الأخرى. السلام عليكم. معنا اتصال. معنا اتصال. محمد بن بابر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي يقين بالله والشعب العراقي إن شاء الله نطب الحجاز وننعل آل سعود إن شاء الله. شلون شلون؟ الطب وين الطب؟ كمل. انقطعت. طب الحجاز بصفتك شنو أنت طب الحجاز؟ ما شاء الله، هاي يعني الصوت من أصوات الميليشيات التي دائما خطابها الطائفي، ومعروف قيادة الميليشيات في الفترة السابقة هددوا باحتلال مكة والكعبة وإلى آخره، هذا الصوت من أصواتهم. في التصريحات يعني أرجو من الاتصال أن يكون هناك الصوت غير واضح، أخوتنا بالكنترول الصوت غير واضح، يعني المتصل دخل قبل قليل لم أسمع صوته، أرجو أن يكون الصوت واضح. طبعا طريق الأكراد نحو رئاسة البرلمان كما يشير برلماني من منظمة بدر لن يكون سهلا، وهو بدر وهو حنين القدو الذي تحدث بأن الطريق إلى رئاسة البرلمان بالنسبة للأكراد لن يكون سهلا، وأوضح بأن الأكراد للأكراد مواقف سياسية تجعلهم بعيدين عن هذا المنصب، وبين خلال تصريح صحفي أن مطالبة الأكراد وحث رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البرزاني لهم للحصول على رئاسة البرلمان أمر مرفوض من قبل جميع الكتل السياسية والأحزاب، وأكد عضو البرلمان السابق والسياسي الكردي محمود عثمان على أن الحوار سيكون هو الأساس لحل جميع الأمور المختلف عليها بين الأكراد والقوى السياسية في بغداد. معنا اتصال. حيدر من الناصرية، تفضل حيدر. السلام عليكم. خير. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك والأخوة اللي يديرون القناة. بالنسبة للموضوع مال إنه الأكراد مستعدين أو مطالباتهم برأس البرلمان بدل الجمهورية، أخي العزيز أنت سيد العارفين إنه اللي يجري بالعراق هو أدوار، يعني فهو هذا تهيئة للي الدور القادم للأكراد إنه أنتوا لكم البرلمان والسنة راح يأخذون يعني الرأس الجمهورية والشيعة رأس الزهوية، هي لعبة. نعم. يعني لعبة، هذا الوضع اللي جاي يجري بالعراق لعبة. زين ليش؟ يعني نعم. زين ليش اليوم أكو كلام من قبل نواب أكراد ومسؤولين على أن الأكراد يسعون إلى أخذ رئاسة البرلمان بالمرحلة المقبلة؟ يعني هو أقل منه أنه هو توزيع أدوار. الدول الراعية يعني هي الإمبريالية العالمية هي اللي ترعى هذا الوضع في العراق، فجاي كل فترة أنه أنتوا لكم هيك أنتوا لكم هيك، ويستغلون وقت الناس وتفكير الناس بهاي القضايا حتى يأخذون العراقي والناخب بعيدا عن الحقيقة اللي تجري بالعراق. نعم. احنا شنو راح يفيدنا يعني سواء كان رئيس برلمان سني شيعي. نعم. كردي، هي لعبة، بدليل انه قبل فترة هذا مال كركوك وكركوك عربية وكأنما خطية كركوك، يعني هيك الكركوكيين العرب يعني هيك في احداث السياسيين العراقيين، وقدموا جيش وقدموا قوات وبالاخير طلع الموضوع كله على موت مد انبوب من كركوك الى ايران، فهذه لعبة، هذا الوضع كله عبارة عن لعبة. انت باوع حسب الانتخابات، شوف شراء الذمم وشوف الاساليب القذره اللي جاي تجري بالعراق، بس ان شاء الله يجي يوم او يجي جيل او تتدخل اراده الهيه اراده شعبيه، ما راح تبقى هذا، ما راح يبقى. نعم. وان شاء الله هم معروفين وكل واحد سرق العراق حقن العراق
سواء من العرب أو من المنتمين بالجنسية للعراقيين، ما حد راح ينساهم، لا التاريخ ولا العراقيين. نعم. زين حبيبي، وأنا أشكرك وأسف. شكرا 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 حيدر من الناصرية. معنا أبو محمد من القادسية، تفضل أبو محمد. الله يسعدك أستاذ عمر. أهلا بك، حياك الله. شلونك أخوي؟ أهلا وسهلا بك. أقول لك أخوي، هاي البنيان كله غلط، البنيان فاشل، البنيان مو عدل. نعم، يعني تقصد العملية السياسية؟ نعم نعم نعم، العملية كلها فاشلة والوضع مقبل على انهيار، انهيار كامل. نعم. والإكراد خلص الله على تركيا شوية شوية، ما خلص الأفرجان. ما فهمت عبارتك الأخيرة؟ أقول لك الأكراد لو ما تركيا سووا يعني شاهين دولة هم، بس خلص الله على تركيا منعتهم. زين اليوم ليش ليش هاي التصريحات بأنهم يريدون يأخذون رئاسة البرلمان بالمرحلة المقبلة برأيك؟ هو جربوا أخذوا وزارة المالية، أخذوا رئاسة الجمهورية، أخذوا هذا على كيفهم يجربون، ما فيهم. يعني يقول لك إحنا نأخذ رئاسة البرلمان بدل رئاسة الجمهورية. والله ما يجون يجربون جوزان، ما بس هي ما في ما اللعبة، ما في ما فيهم. أنتم عراقيين، أنتم إخواتنا، أنتم أبناء شعبنا، فما فيكم غير كلمة عراقي. زين. نعم. نعم محمد. ما أكفيكم غير كلمة إحنا عراقيين، إحنا أخوة، الشيعة والسنة وكل الطوائف، إحنا أخوة. زين؟ نعم. والعملية إن شاء الله الله ينهينا هالغمة هاي اللي جتنا هاي. زين؟ نعم. تنتهي إن شاء الله، تنتهي هالساعة، تنتهي مع لصوص لصوص الغموض. زين؟ نعم. أشكرك محمد من القادسية، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. حنين قد قال بأن الاستحصال على الحقوق يجب أن يكون تحت سقف الدستور، وهذا ما يؤيده عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عمر أمين، الذي قال بأن الأكراد لن يطالبوا بمنصب رئيس الوزراء لأنهم لا يمثلون الكتلة الكبرى في البرلمان، وأكد أن المطالبة بأي منصب آخر ستكون متاحة بسبب عدم وجود أي موانع دستورية، وأشار إلى ارتكاب القوى الكردية خطأ حين لم تدخل الانتخابات بتحالف واحد كبير، وبيّن بأن قانون الانتخابات يميل لخدمة القوى والتحالفات الكبيرة على حساب الصغيرة، ولفت إلى أن القوى الكردية بدأت بلملمة شتاتها لتشكيل تحالف سياسي واسع يضم الأكراد بعد الانتخابات، وأوضح بأن الوضع الانتخابي في المناطق المتنازع عليها ما يزال غير مستقر بالنسبة للأكراد. معنا اتصال عبد الله من البصرة. عبد الله، لماذا يسعى الأكراد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ليش يسعى الأكراد اليوم الأحزاب الكردية بالتحديد إلى رئاسة البرلمان في المرحلة المقبلة؟ خوش سؤال هذا أستاذ عمر. نعم. السلام عليكم على أطراف الدين ومعين. السؤال هذا وجيه كلش أستاذ عمر. رئاسة الوزراء الأكراد ليش؟ نعم. لأن المكون السني اندمرت محافظاته بعد أصوات محل سوميت، أولادهم بالسجون، أولادهم تحت الإنقاذ، أولادهم
يعني مثل ما تقول مفقودين، البنية التحتية ما عندهم، الناخب بعد ما يلتقي ويروح ينتخب، يعني الأصوات كلش كثير هاي بالفترة، أصوات لك صارت أجل يسعون إلى رئاسة الوزراء يقول لك إحنا الموجودين هسه بس إحنا واللي مكون الشيء صحيح؟ نعم هو على الأساس ما له صوت السنة. إيش راح يخدمهم؟ إيش راح تخدمهم رئاسة البرلمان؟ نعم عبد الله اكو مشكله بالصوت اليوم، اكو مشكله في الصوت. نقرا بعض رسائل الواتساب، يقول الشعب العراقي بحاجه الى استئصال مرض حكومه الميليشيات اكثر من معالجه اي وباء، لانها اخطر من كل الامراض على مدى عقود. ابو عبد الله المحمدي من الصقلاويه. رسالة من مبروك من الإمارات يقول: أما في العراق فنرى الهرج والمرج، وبالأحرى يجب أن نسميها كوميديا الانتخابات، حيث نجد جميع الأحزاب والأفراد المرشحين يقومون بطرح برامجهم الانتخابية والتي أصلا أبعد إلى الخيال من الحقيقة، لأننا وعلى مدار 15 عام لم نجد منها سوى الكلام والوعود الكاذبة. هناك مرشح يقول: سأجعل من العراق بلدا مصدرا للكهرباء، ولغاية الآن نحن نستورد الكهرباء ونستخدم المولدات الأهلية. ومرشح آخر ينادي بحقوق النازحين والمهجرين ونراهم يسرقون أموال النازحين والمهجرين. هذه حكومة تسرق وتفعل ما تريده بمبررات لنفسها. طبعا عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي، إذا بقينا في سياق التصريحات خاصة من النواب والمسؤولين الأكراد، ماجد شنقالي طالب القوى الكردية بتشكيل تحالف بعد الانتخابات. التصريح الذي جاء لماجد شنقالي بالتحديد حول هذا الموضوع، قال بأنه القوى الكردية طالبها بالانسحاب من الانتخابات في المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك ونينوى وديالة في حال عدم إشراك القوات الكردية في ملف حفظ الأمن في هذه المناطق، واتهم بعض الأطراف التي لم يسميها باستهداف المكون الكردي بهدف إجراء تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها، وبين في حديث لوسائل إعلام محلية أن هذا الأمر سيكون إحدى أدوات التزوير وسرقة أصوات الناخبين الأكراد، وأضاف أن عدم إشراك قوات البشمركة الكردية بالملف الأمني يعني ضياع أصوات المكون الكردي وتمثيل الحقيقي، وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات والطعن بشرعيتها في ديالة ونينوى وكركوك هو الخيار الأنسب من المشاركة في انتخابات نتائجها معروفة مسبقا. ومصادر مقربة من الحكومة نفت في وقت سابق الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق بين بغداد وأربيل على عودة قوات البشمركة إلى كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. كما رفض عضو البرلمان عن الجبهة التركمانية حسن توران عودة البشمركة إلى كركوك، وكذلك أرشد الصالحي البارحة في حلقة يوم أمس ركزنا على هذا الموضوع، اعتبر أن ذلك مخالفة لقرار البرلمان بهذا الشأن. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر وحركات المحترمين. حياك الله يا أهلا بيك، تفضل. موضوع البرلمان بالنسبة للكورد بكار الحزب الإسلامي، نعم أنا سمعت تصريح على الخربية يعني دعوة بالفضائية إنه قال هو كان مرشح على رئاسة البرلمان، وقال فجوني من جماعة سليم الجبيري وحتى أسمائهم من ضمنهم شعلة الكريم وأبو مازن، قالوا هذا رئاسة البرلمان سليم الجبوري. يقول فاجتمعنا، يقول طاكم إياه، يقول صادف انطلوا مني حشا، يقول طاكم إياه رئاسة البرلمان. فقول اجتمعنا فالكود قال الله اختاروا، يقول كش اختار، وقالوا اختاروا لكم البرلمان، احنا رئاسة الجمهورية ما نمطيها، فرئاسة الجمهورية اخوة ذكرات، فهم اختلفوا يعني يا عمر، هم سينهم سيئين بالنسبة حتى على الأحزاب الكردية، هم يعني لهم اليد الطولة والحصة الكبرى التجريع وقتل أهل السنة. ليش؟ لأن الأحزاب الكردية ما كان انتصر علينا دول الحزب الطائفة نسميه، الكتلة الطائفية، التحالف الطائفي، شو نسميه؟ لأن هم اللي انتصروا الحصة الكبرى استهدوا
جماعة التحالف الشيعي ودمروا ما دمروا. فاليوم يا عمر اللي أخذوها الكرد أخذوها السنة إحنا ما نبي حصة. شو إن شاء الله بيهم هم بيناتهم تقاسمونا. هسه هي الموضوع هو مبين واضح يا عمر هو مصالح. ما هو هذا الموضوع؟ نعم احنا طبعا بدينا البرنامج بان العراق اليوم يعني مع الاسف متصدر مؤشر السل على مستوى العالم بحسب منظمه الهجره الدوليه، والجماعه صار لهم 15 سنه متقاتلين على المناصب، ووضع البلد من سيء الى أسوأ. يعني اليوم تخيل تقرير للجنه الهجره والمهجرين 90% من اموال النازحين تم سرقتها من قبل لجنه النازحين، من قبل لجنة الهجرة والمهجرين. فيعني هذا التقاتل على المناصب ايش قدمه هو للبلد حتى يجي يتقاتل على منصب ان كان برلمان مثل ما انت تفضلت او جمهورية او رئاسة وزراء؟ اخ عمر يمكن كنا شفنا هاي الكارثة مع الوصل، هسه الكارثة مع الوصل راح تطلع لك الطاعون وغير الطاعون. هو شنو هذا يا عمر؟ هذا يكتب بين مشروع التدميري، المشروع التدميري هو من ضمنها حكومة اذلاب الاحتلال، ان كانوا شيعة وان كانوا سنة وان كانوا كرد. هذا واضح، هذا مشروع التغذية الأمريكان والصهاينة والفرس. هسه هي حكومة تميزها يا عمر، هي الحصة الأكبر، هي بيد المجوس، بيد الإيراني. أتحدى واحد بس سنة جدا، هذول أذناب وذول السنة اللي ما عندهم ضمير ولا عندهم غيره ولا عندهم شرف. أنت من رحت البطاحيين ما فكرت بناسكم هاي اللي تمثلونها؟ بس هو السنة والله عيب وخز عليكم تستخبون هاي الناس هذول إن كانوا شيعة وإن كانوا إنه وشارك وزيت مالك بعد ما هسه دمر. هذا مشروع تدميري دمر العراق، دمره ولم يستعي هسر قول نبض تلقوا الفلوس وهسا على الأمراض راح تجيكم، وأنا البنجلو شو راح تجيهم الكوارس بعد الأبيض أما المصل راح كوية تعبوا بعد على الجنوب. احنا كنا ترى عاقلين يا عمر، خلصنا من داعش وراح شوفوا الشيء راح يبشرون بالشيعة وسوف يبشرون مرة ثانية بالسنة. لا يظلوا يسلطون على هذا مذهبي وهذا بطيخ. هذا سامح ترى المذهب في السنة حد يشتري. انت عم يفكروا بذيكم وفكروا بعراقيكم وفكروا بنفسكم، نفسكم عبوا كل شيء، عبوا العراق، عم نفسكم جاي تدمرون عوايكم كلها زبعت كلها انبادة كلها امرام كلها ابتلاء. شين ثاني؟ نعم أبو ياسين من ديالى كان معنا. نقرأ رسالة واتساب يقول أخ عمر، الفيروسات لا تعيش إلا في بيئة عفنة كما يقول، لذلك لولا وجود المنافقين والخونة من في الشعب الذين يعتاشون على أموال السحت الحرام ويحرسون هؤلاء لما استمروا العملاء بالنهب والظلم. كذلك في رسالة له يقول تحية للأخ حيدر من الناصرية، الشعب الحر لا يرضى بالضيم، العراقيون ليسوا أقل وطنيا من باقي الشعوب، ولكن يوجد خونة وعملاء لإيران. رسالة من أبو قاسم من فلسطين يقول فيها قيادات الأكراد وقيادات السنة والشيعة وغيرهم من المشاركين في هذا المشروع الأمريكي لا يعدون كونهم مجموعات من قطاع الطرق ترعاهم قوات التحالف والأمريكان، ولن يطول بهم المقام حتى يستأصلوا كما استؤصل الذين من قبلهم من المجرمين. عندنا اتصال أبو ياسين من بغداد، تفضل أبو ياسين. تحياتي لك أخويا لقناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بيك. أخي أنا عندي موضوع، إحنا مواضيعنا كلها ترتبط بموضوع العراق والأمة العربية طبعاً. نعم. أخي الأمة العربية مو كلهم تابعين لأمة محمد، وهذا إحنا شفناه واكتشفناه يعني من صار 15 سنة. لأن هذا اللي صار بالعراق وسوريا واليمن، صدق عندنا أمة محمد، أمة عربية. ويقولون احنا أمة محمد كان وقفوا ويا العراق وسوريا واليمن ضد امريكا والعجم واسرائيل، اللي سووا العراق وسوريا مقر لافعالهم المسيئه وقتل العراقيين والسوريين. واكثر دولتين تاذت هي سوريا والعراق، فن واحد من العرب يعارض امريكا وايران واسرائيل على احتلالهم للعراق. والله والله لو العراق ما محتلت أمريكا ولا إيران كان الدول العربية كلها بخير، لأن العراق سيف الأمة. فنرجع كلامنا اللي يقول إحنا أمة محمد، بس كاتفونا إحنا يعني سوريا أو مصر بس كاتفوا رجال الثورة، والعراق بي رجال ثوار أبطال بس أخي قد. نعم أبو ياسين من بغداد انقطع اتصال. نقرأ رسالة واتساب، هناك رسالة يقول السلام عليكم، نحن فريق
نحن فريق شبابي متطوع للعمل الإنسان. لدينا أطفال مصابين بالسرطان في الموصل وعدد من المحافظات، راقدين في مستشفيات حكومية وهم بحاجة إلى أجهزة طبية. طبعا أطلق المصطلح الطبي لهذه الأجهزة الخاصة بضخ جرعات العلاج الكيميائي لهم، ممكن تساعدونا بهذا الشيء. وهذه صور جماعتنا مع الأطفال المرضى بالسرطان، سوف طبعا هذه الصور نحولها إلى فريق السوشيال ميديا في قناة الرافدين لعرضها في برنامج تواصل دوت كوم إن شاء الله. وإذا قدرت أخي المرسل ترسلنا مقاطع فيديو، مقاطع فيديو يكون أفضل، وإن شاء الله صوتكم يوصل عبر قناة الرافدين إلى المنظمات الإنسانية المهتمة في هذا الصدد. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أستاذ عمر. أخويا بالنسبة لموضوع البرلمان، يا أخويا خلي يصير كردي سني شيعي، المهم العراقي بس خلي يشتغل عدل، خلي يريدون الدولة بصورة صحيحة، والله دمرونا. يقول الله ينتقم منهم بجاه محمد وآل محمد، العالم قام يضحك علينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وشكرا لقناة الرافدين، زين العابدين الميالي من النجف الأشرف. حياك الله يا أخ زين العابدين. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أستاذ عمر، التحالف الشيعي فشل في إدارة البلاد وسمح للسراق والفاسدين في إدارة البلاد، الآن فرقوا الأكراد وهدموا المناطق السنية، والآن أتوا بمجموعة ميليشيات سوف يتسلطون مرة أخرى على مقدرات العراق كله حتى يبقى العراق تابع إلى إيران. هناك رسالة أخرى نقرأها، يقول: دكتور عمر، لنكن منصفين، فالفساد ليس فقط في الأحزاب الشيعية، ومن كان يمسك لجنة إغاثة النازحين سياسي أنباري من عشيرة معروفة يدعي الوطنية، بلاؤنا منا وفينا أبو الحسن. يقصد صالح المطلق، كان سابق لهذه اللجنة والمشرف على ملف النازحين. طبعا احنا نعاود نذكر اليوم بتصريح للجنة النازحين، يقول الخبر: اعترفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية بسرقة 90% من الأموال المخصصة للنازحين. عضو اللجنة سالم الشبكي قال بأن النازحين لم يتلقوا سوى 10% من الأموال المخصصة لهم، فيما تم سرقة 90% من تلك الأموال. وأشار إلى أن اللجنة بعثت بعشرات الكتب الرسمية للجهات المعنية للتحقيق بسرقة أموال النازحين، لكنها لم تتلقى أي إجابات لغاية الآن. أكد الشبكي أنه بالرغم من قضايا الفساد الكبير وسرقة ملايين الدولارات من ملف النازحين، إلا أن هيئة النزاهة لم تحرك ساكنا إزاء هذا الملف. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، طبعا مستمرون معكم بتلقي اتصالاتكم وكذلك رسائلكم عبر خدمة الواتساب. رسالة يقول: أين نواب، دقيقة هناك مشكلة في الآيباد. نعم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا وكما قال أحد أقطاب العملية السياسية بأن العراق هو أفضل دولة في المنطقة، بدليل القتل على الهوية وزج الأبرياء في السجون وتدمير المدن بحجة الإعمار والميليشيات الطائفية تجول وتصول طولا وعرضا دون حسيب أو رقيب، وانتشار الأمراض والأوبئة واستشراء الفساد في دوائر الدولة والازدياد في أعداد الأرامل واليتامى وسوء الخدمات كالصحة وسرقة أموال الشعب والنازحين.
فلم تحقق الحكومات المتعاقبة أبسط مقومات الحياة منذ 15 عام، وحدث بلا حرج حتى أصبح العراق أسوأ دولة في المنطقة. أبو مصطفى الجبوري. نعم، نرجع إلى موضوع تقرير منظمة الهجرة الدولية حول بأن العراق لديه أعلى معدل لانتشار مرض السل، والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية السنوية طبعا تؤكد بأن الواقع الصحي في العراق يتراجع كل سنة إلى الوراء، يتراجع، وكذلك هجرة الكادر الطبي إن كان من بين الأطباء أو الاختصاصات الأخرى. معروف بأنه هناك دراسة تمت إعدادها في بريطانيا قبل أكثر من عامين على ما أذكر، وقالت بأن 80 وصلت الهجرة، هجرة الكفاءات الطبية في العراق إلى نحو 80% من الكفاءات الطبية في العراق غادرت البلد بسبب سوء الأوضاع الأمنية والتهديدات من قبل الميليشيات ومن قبل العصابات التي تساوم الأطباء على حياتهم، إما أن يدفع مبالغ مالية كبيرة وإما أن يتم قتله وتصفيته. وشهد العراق خلال الفترة بعد العام 2003 الكثير صراحة الكثير من عمليات اغتيال وقتل الكادر الطبي في العراق. اليوم الواقع الصحي في العراق في تدهور، وهذا التقرير الأخير مع الأسف هذا المرض المفروض يعني تقريبا انقرض في العراق منذ عشرات السنين، اليوم يعود وبنسبة أعلى بلد في العالم العراق يتصدر معدل هذا المرض، مرض السل، أعاذنا الله وإياكم وشافى المرضى في هذا المرض من هذا المرض. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا أم عبد الله. أستاذ إحنا أنت طرحت عدة مواضيع. نعم. خلينا نأخذ الموضوع اللي مشاركة الأكراد في الحكومة العراقية. نعم، الأكراد يريدون اليوم رئاسة البرلمان، ليش؟ طبعا هنا أستاذ برهم صالح بعد أن اتصل بالحكومة العراقية أنه أراد أنه يستحوذ على منصب من ضمن الحكومة العراقية الجديدة. ليش؟ لأن هذا القرار عندما يكون هو في منصب راح يتيح له إلى الفرصة مهمة في رسم الحدود مع كردستان والمناطق المتنازع عليها وتوزيع النفط والغاز وقانون القضاء والديسمارجة. طبعا هنا من راح يصيرون الأفراد في الحكومة العراقية، لأن الأفراد يريدون منصب بالبرلمان، وهنا راح من يصير منصب البرلمان راح يصير هناك مشادات ومنازعات عند تشكيل الحكومة، وحطول الفترة إلى أن تظهر الحكومة بشكل النهائي. طبعا هنا راح يتعقد الموضوع وتشكيل الحكومة راح تتعطل، والسنة مطالبين إنه إلهم منصب البرلمان وهم متمسكين به، والرئاسة الوزراء إلى الشيعة العرب. نعم. ومنصب رئيس الجمهورية منصب زيادي اعتبار إنه كمنصب رئاسي إلى الأكراد. هاي كلها راح تأثر على عقلة الوضع السياسي في العراق. إحنا نريد انتخابات نزيهة، نريد انتخابات إذا كنت وإذا يكون شيعي وإذا يكون كردي وإذا أنه لازم. تمام. ماشي عبد الله، لأن الوقت راح ينتهي. ليش أنا سألتك ليش منصب البرلمان رئاسة البرلمان يريدوا الأكراد في المرحلة المقبلة؟ شنو الهدف منه؟ أستاذ إحنا نريد شخص واحد يمثل يمثل عدالة الإمام علي وقوة عمر الخطاب. إحنا شعب يرادلنا قوة، وإحنا شعب إنه تتوقعين موجودة هاي الصفات بالموجودين اللي حكمونا صار لهم 15 سنة؟ طبعاً هذا كلهم زعمون ماكو إنه تبقى أحزاب وتبقى متنفذين، لأن كل أحزاب هي نفس سيطرتنا مناصب، هي العراق حكومة توزيع مناصب لا خدمات ولا توزيع للشعب العراقي. نعم. وبعدين الأمراض ما جاوبتين على السؤال يوم عبد الله. يعني نعم. ما جاوبتين على السؤال، شنو الهدف من رئاسة البرلمان للأكراد؟ ليش يريدوها؟ راح ينتهي البرنامج. هو
يحقدوني يحقدون كرد الشعب يصير مكانته وما يستخدم القوة. القوة راح نعم. أم عبد الله، أم عبد الله من بغداد كانت معنا، وهناك كذلك مشكلة في الصوت. نقرأ آخر رسالة في الواتساب، يقول رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان عبارة عن مناصب فخرية لا سلطة لها، فماذا فعل سليم الجبوري طيلة الفترة الأخيرة؟ طبعا إذا كان نتحدث عن رئاسة البرلمان، وهو من تم منعه من دخول المقدادية، بل فعل النجيفي والمطلق نواب الجمهورية والوزراء الأكراد بدأوا يتخبطون في تحركاتهم بعد خسارة سيارتهم المنفرد لكردستان وكركوك وخيانة الحليف لهم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.